صبحتوا لاباس عليكم، ان شاء الله تكونوا بصحه جيده يا ربي. ومرحبا بكم اولا في مطبخي ملح وسكر. نتلاقاو دائما مع العصائر ديال الصيف والشهيوات ديال الصيف. اللي كيبرد علينا هو العصير وخاصه ديال البرتقال. اليوم غادي نعطيكم واحد العصير اقتصادي وكيعطينا كميه لا باس بها. وهذا العصير هذا ما كيحتاجش يعني شي مقادير بزاف، فقط كنحتاجو كيف كتشوفوا معايا البرتقال، الليمون اللي هو الليمون، وعندنا واحد الحامضه وحده، وعندي هنايا واحد الربعه ديال السكر سنيده، عندي هنايا في الكسرونه يطرو ديال الماء. غادي نوريكم هذه الطريقه، هذه يعني مغيره على الطرق المعتاده اللي كنصوبوا بها العصائر. وعندي هنايا واحد خزويه اللي يتكون من الاحسن نفضلوا دوك الخزو اللي كيكون صغيور. هنا درت قياس عندي ثلاثة ديال الحبات صغيورين، نتوما الا كانت عندكم حبه كبيره ديروها مسلوقه طبعا. هنايا الحلاوه راه ما بغيتش نكثر بزاف ديال السكر، قلت حسب الذوق، وايضا ان كل شيء عندي حلو الا الحامضه اللي غادي تعطينا شويه الحموضه للعصير. ونبداو على بركه الله. الطريقه اللي غادي نستعمل، غادي نخليو السكر والماء، من بعد غادي نوريكم طريقه كيفاش كنعدلو. اولا كناخذو داك البرتقال نقربوه هنايا، يعني اللوحه فاش غادي نقطعوا البرتقال ديالنا. طبعا عندي البرتقال مجمد ليله من قبل، هانتوما تشوفوا راه بارد وعاد خرجتو من المجمد. هنايا عندي حامضه، من الاحسن ديروا حامضه مكموله، يلا هذه الوحيده اللي بقات لي درتها يعني تجمد، وكنت استعملت شويه لو زيست ديالها. صافي غادي نقطعوا هاد البرتقال هذا، نحيدو الا كان شي شوائب من الفوق، نقطعوه على هاد الشكل. بسم الله هكذا نحيدو الا كان شي نوى، نقطعوه طريفات صغيورين لاننا غادي نقطعوه، اولا عفوا غادي نطحنوه مع الماء. هكذا نقطعوه طريفات صغيورين، مره نشوفو واش كاين عندنا شي عضومه، نديرهم هنايا في الاناء، من بعد نجبدو الخلاط ديالنا. هنايا بالنسبه للتنسيم راه منسمين، يعني هذا العصير منسم راسو براسو، يعني كاين عندنا البرتقال والقشور ديالو، ايضا الحامض والقشور ديالو، ما نحتاجوش نديرو شي فاني ولا شي حاجه. تبارك الله راه هاد الاشياء الطبيعيه بلا ما نستعملوا ليها المنسمات بحال الفاني او لا شي حاجه اخرى، كنخليوها هكذا. اذا انا غادي نكمل هكذا، نشوفوا ثاني الحامضه، نحيدوا لها هانتوما كتشوفوا الا كان شي عضومات نحيدوهم، من الاحسن يباتوا ليله كامله في المجمد الا غدا كتجبديهم باش كتستعملي العصير. هذا العصير ما تشبعوش منه الصراحه، كيجي غزال وزوين وكيبرد لينا العطش واقتصادي، ويعني كنوفروا الصراحه في الفلوس ديالنا، يعني نستغلوا هكذا الفواكه الموسميه. صافي انا غادي نكمل باش ما نطولش عليكم الفيديو، نكمل هاد الثلاثه اللي بقاو ليا. نتوما ديروا اربعه اولا ثلاثه كبارين وحامضه وحده، ومن بعد نتلاقاو باش غادي نشوفوا كيفاش غادي نصوبوا هذاك الماء مع السكر. البنات بعد ما قطعت الطريفات ديال البرتقال وايضا ديال الحامض، كيبقى ليا الجزر من بعد غادي نقطعو، ولا نرمي هكذاك في الكاس اولا الغرف ديال الطحانه. عندي هنايا واحد تقريبا يطرو لا ربع ديال الماء،
غادي نعمل فيه هاد السكر. بسم الله، حنا هنا 250 غرام. غادي نبقى هكذا تنحرك فيه، غنردو على النار باش يولي لي على شكل سيغو، يعني غير يدوب لنا هذاك السكر، وغادي نزولوه ونتلاقاو ان شاء الله باش نكملوا تتمه ديال الوصفه. يعني هنا الطريقه ما كنديروش سنيده هكذاك حرشه على على الفواكه اللي عندنا هنا مقطعه، انما غادي نردو هكذا على النار حتى يبقى كي ماشي يغلي بزاف، غير فقط يبقى يدوب، نحس به باللي السكر داب لي وبدا كيولي بحال شكل د السيرو، ديك الساعات غادي نزولو. شوفوا معايا، بعد ما زولت هذاك السيرو او الماء اللي مع السكر زولته من النار، كنضيفو هكا في الغراف ديال الطحانه، كنديرو كميه هكذا ديال الفاكهه اللي غادي نطحنو. سمنه صافي، غادي ندير النص وغادي نطحن، غادي نخلي خيسو هي الاخر لان طريه دغيا غادي تطحن ليا، ونطحنو على بركه الله. بسم الله، غادي نحطو هكذا، مازال باقي لي انتم كتشوفوا باش ندير الكميه الثانيه، وغادي نطحن. بسم الله، خصنا نطحنوهم مزيان مزيان مزيان، ديك الساعات غادي نخويو في بول اخر. نطحنو مزيان، غادي نفرغو هنايا في واحد لو بول اخر، ونكمل بقيه العصير اللي عندي بنفس الطريقه. دائما نعملو هذاك الكميه الكافيه اللي غادي تعصر لينا هاد الفاكهه، ونديرو الكميه ديال الماء. قلنا دائما هاد الماء نبداو بهذاك اللي فيه السكر، غادي ندير كلشي دابا صافي، ونكمل بقيه الفاكهه شويه بشويه، وانا تنضيف هكذا حتى نكمل. المرحله الثانيه ديال طحن ديك الفواكه كنكبها مع الاخرى، يعني الفاكهه الاولى اللي طحنت غادي نخلطو هكذا، غادي ناخذ شي لوش تكون كبيره باش غادي تساعدني انني نولي نعاود نطحن الكل مع اضافه دابا الجزر دائما، ونضيفو الماء. دابا الاول درت يطرو ديال الماء، عفوا يطرو الارب اللي كان فيه السكر، دابا غادي نزيد الماء العادي، وغادي نقول لكم الكميه اللي دخلت لي ديال الماء. اذا غادي نرمي هنايا الحبات ديال الجزر، غادي نخلي شويه مع هذا وشويه مع الاخر صافي، غادي نضيف شويه ديال الماء ونخلط الكل. سمحوا لي هنا نقول لكم علاش ضفت الجزر، لان الجزر كيف كتشوفوا عنده لون جميل، ويعني يعني فاتق اللون البرتقالي ديالو، داكشي علاش كنضيفوه باش كيعطينا اللوين وحتى المذاق، وسبحان الله انه حتى هو حلو ولذيذ وصحي. دائما خصنا نضيفو هكذا في العصائر. اذا غادي نكمل انا الطحين ديال جوج ديال كيف كتشوفوا الكؤوس ديال العصائر مع اضافه الجزر واضافه الماء، وغادي نقول لكم الكميه اللي دخلت لي ديال الماء. حبيباتي، العصير ديالنا بعد ما انتهيت من الطحين ديالو او لم طحن الفاكهه، حصلت على هذه الكميه ديال العصير. هنا دخلت لي جوج لترو ديال الماء، بعد كل طحنه وطحنه ما بين كل طحنه وطحنه كتزيدي الماء، ما كتخلى ما كتضيفيش الماء دفعه واحده هكذا وتخليه، لا دائما خصك تضيفي الماء وانت كطحني، تضيفي الماء وانت كطحني حتى تكملي هذيك جوج لترو. كيبقى لك هنا الاختيار، بعد ما كتصفي هذا الشيء غادي نصفيه قدامكم في واحد الصفايه، كتخليه وكتبقى تقسميه هكذا حصص،
صافي، وكت كتضيفي له الماء الكميه اللي بغيتي، والفاكهه ايضا اللي بغيتي، سواء بنانه او لا خوخه او لا شهديه او لا حتى الفريز، اي فاكهه كتبغيوها كتضيفوها لذاك الكميه ديال العصير اللي غادي تفرقوا على حسب الخنيشات او لا كؤوس او لا داكشي اللي عندكم، يعني ممكن انكم تستعملوه في المجمد. صافي، وها العصير عندكم واجد حاضر بكميه غزاله معقوله، يعني يبرد لنا العطش، وفوق ما بغينا كنجبدو وكنطحنوا معاه الفاكهه اللي كنبغيو حنايا. صافي، غادي نخلي واحد شويه على ما نوجد الصفايه والبول، فاش غادي نصفي هاد العصير من هاد الشوائب ديال يعني التخت ديال الفاكهه اللي قطعنا. هيا بعد ما صفينا العصير ديالنا كنحصلوا على هاد الكميه ديال القشور، هانتوما هادو حتى هي غادي نحتفظ بها هكذا في المجمد في واحد البلاستيك غذائي. هنايا ناخذ واحد الزلافه ولا شي كاس كنعملوا فيه يعني البلاستيك الغذائي هكذا في الوسط، باش ما غاديش يطيح لينا، باش غادي نفرغوا الكميه ديال العصائر اللي وجدنا، باش غادي نحتفظ بها ان شاء الله في المجمد. ما غاديش نقدروا نشربوا هادشي كامل في نهار واحد. بسم الله، غادي نديروا مثلا جوج ديال هكذا، جوج ديال ليلوش من هاد العصير اللي غادي يكفينا باش غادي يعني غادي نعصروه مع شي فاكهه. جوج ونص مثلا، غادي هكذا نعقدوه، هانتوما كتشوفوا هكذا غادي نعقدو، نخرج منه الهواء. صافي، ونخليه هكذا مشدود على هاد الطريقه هذه. غادي نجيب واحد الانيه دو بلاستيك باش غادي نحطها فيها، تكون عندنا هكذا واحد البواطه هكا نقيه نظيفه اللي غادي تساعدني انني نحطهم فهاد البواطه هادي باش ندخلهم هكذا للمجمد. ناخذ يعني ميكا اخرى نفس الطريقه، نوزع هكذا، طبعا هادو راه منقيين ونضاف. صافي، وغادي نوزع الكميه ونخلي فقط واحد الكميه باش غادي نضيف لها الفاكهه اللي بغيت انا. هكذا نديرو جوج ولا ثلاثه، جوج ونص على حسب شحال غادي تستهلكوا. صافي، ونعملهم هكا خنيشات على هاد الطريقه هادي ونحطهم هنايا. لان انا غادي نوزع، ندير وحده حدا وحده حتى نكملوا الكميه اللي عندنا. شوفوا، غادي نصوبوا العصير طبيعي بهاد المركز اللي عملنا. ناخذوا البنانه ديالنا تكون هكذا طيبه، او لا يعني تكون شيطه لكم هكذا في المطبخ. غادي نقطعوها هكا بداخل الكاس. ناخذوا ايضا واحد الخوخه هكذا نزولوا لها القشور غير شي شويه، ونقطعوها هكذا. نقطعوها طريفات حتى هي داخل هاد العصير، باش يجينا عصير طبيعي بدون مواد محافظه. وما غاديش نستعمل انا السكر نهائيا. نضيف واحد الكاس ديال الماء تقريبا 4 لتر. وغادي نخلط الكل. وغادي نشوف على حسب الخطورية ديال هاد العصير هذا. نعملو العصير هكذا، نخلطو الكل. شوفوا حبيباتي، من عناصر قليلة حضرنا كمية لا بأس بها من
من مركز العصير الاقتصادي بدون مواد محافظة اللي غادي يمكننا نحتفظوا به في المجمد. أيضا حصلنا على كمية لا بأس بها من القشور والبقايا ديال القشور ديال البرتقال الليمون وايضا الحامض اللي يمكننا اننا نستعملهم في الكيكات وفي الكريب وفي اي حاجه نقوم يعني نستعملوها. عندنا كميه هنا ديال العصير اللي عملت في الخنيشه، ضفت ليه موزه واحده امامكم وايضا خوخه، وحصلنا على عصير خاتر طبيعي. هانتوما نوريكم الخطورية ديال هاد العصير. بسم الله هانتوما كتشوفوا كيجي رائع من جد. نتمنى